اهلا وسهلا مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الو شافي. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير وعلى خير. كما عودناكم مشاهدينا كل يوم وصفه تقليديه ولا عصريه ونلبيو طلباتكم على شاف. اليوم شاف هشام كثيره ومعنا جاب لكم وصفات سهله وكثير منكم اللي يحبها. مساء الخير شاف. مساء الخير ليبين واش راكي؟ لاباس لاباس اكمل الحمد لله يا ربي الحمد لله. مساء الخير مشاهدينا الكرام. كما وعدتكم كما كل يوم راني جبت لكم وصفات اقتصاديه وشابه وبريزونطابل. اليوم جبت لكم زوج وصفات واللي هما باذنجان محشيه واحد لها من الفوق واحد شبه بطاطا حاجه شابه، وجبت لكم اليوم تحليه تاع تفاح وتمر. مشاهدينا نذكركم دائما اللي عندكم وصفه ولا استفسار ولا تشاركونا ارائكم اتصلوا بنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه، ولا تقدروا تتفاعلوا معنا وتشوفوا اللايف المباشر على باج اوفيسيال الشروق تي في اوفيسيال في القهوه. دائما واش نقولوا لهم الجمله؟ الكارني الو شاف وقاستيلو وماركو بسم الله. الوصفه فوالا. بالنسبه للوصفه تاعنا اللي راح نديرها اليوم تندار في الفور واللي هي باذنجان محشيه، راح نخدمها بواحد لافاسون حاجه شابه ما تجي بريزونطابل. كما عندي هنا زوج حبات تاع باذنجان نقطعهم اون دو، نحتاج معاهم القارص باش ما يتحلناش. عندي ثلاثة حبات طوماطيش هكذايا راني مربيهم، زوج مغارف طوماطيش، عندي فخوماج تاع الثوم نحتاج فيها كمية تاع اللحم مفروم ولا بولي اشي كما حبيتوا انتوما ديروا الحشوة تاعكم. عندي هنايا زوج حبات بصل نحتاجها لاصوص طوماط ونحتاجها نديرها مع البطاطا، فخوماج غابي معدنوس وزعيرة. بالنسبه لي زيبيس نحتاج فلفل الكحل العكري كمون والملح والثوم بودره. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. بالنسبه للوصفه الثانيه واللي هي تحليه طلبتوا مني تحليه، راح ندير لكم اليوم تحليه التفاح مع التمر. التمر كما الموسم هذا وكاين تمر كما يقول لك اغتنموا الفرصه وديروا به تحليات. نحتاج فيه ريتلا تاع الحليب، نحتاج فيه لنا 21 حبه ولا 20 حبه تاع تمر، زوج حبات تفاح، نحتاج كراميل للتزيين مع شويه بيستاش ولا واش حبيتوا ديروا لها من الفوق كاوكا ولا لوز، نحتاج ثلاثه مغارف تاع مايزينا، زوج مغارف لافاني زبده وزوج مغارف سكر. هذو بالنسبه للوصفات تاعنا تاع اليوم. مشاهدينا هذه الوصفات تاع اليوم راكم تعرفتوا عليها، ونعاود لكم المقادير كي يكون الشاف يطيب. اقعدوا معنا راح نبداو الوصفه بسم الله وجبدوا الكارني كارني ستيلو ونبداو تماركو في المكونات باش ما يروحلكمش. حاجه الاولى اللي نديروها نيفين ندير لاصوص طوماط تاعي طيب هي الاولى، ومن بعد نقطعوا الباذنجان. نبداو بسم الله. بسم الله. مشاهدينا لو عندكم وصفه ولا استفسار حابين تشوفوها ما عليكم اتصلوا بنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. شاركونا واش راكم ديروا، واش طيبتوا، واش حديروا القهوه، ولا واش عندكم وصفه راكم حابين تشوفوها. ودائما نذكروكم اللي ما شافش الحلقه العدد تاع البارح يقدر يعاودوه في اليوتيوب ولا في الفيسبوك يلقاه ديسبونيبل. باش ندير شويه زيت بطني جرا تاعي، نديروا معها زوج مغارف تاع طوماطيش نقلوهم هما الاولى. كما قلت لكم توجور طوماطيش قلوها هي الاولى باش تروح لها لي زاسيد تاعها. ها ومن بعد نزيدوا معها ثلاثه حبات طوماطيش مرابيين كما يقول لك على حسب الكميه نتوما اللي عندكم على حسب لو بلا اللي راح ديروه على حسب افراد كما يقول لك عينك ميزانك. في الوصفه هذه انتوما شو تحبوا ديروا ربع حبات تاع باذنجان ديروا كلش دوب. يلتحقوا بنا متاخرين هشام دائما نذكرهم بالوصفه. راح درنا باذنجان اليوم باذنجان فخسي نديرها مع بطاطا هذه نخلطها مع الفخوماج نديرها في لابوش. ندير لافخس تاعي تاع البولي اشي الداخل نخلطه مع المعدنوس والفخوماج، ومن بعد ندير بلابوش نخدمها من الفوق هكذا. وكي طيب لنا في الفور تجي حاجه بزاف شابه وتجي بريزونطابل. مام البطاطا هذيك نيفين كي طيب فيها الفخوماج تجي كيما ليبونج. راح نتعرفوا على الوصفه مع بعض، على طريقه التحضير، على الطبخ كيفاش راح يكون، كيفاش راح تكون النتيجه تاعو. عيطونا بعثونا عيطونا اتصلوا بيا كيفاش بالكم فين ديروا الطبق، عندكم طريقه واحدة اخرى ما فين ديروها. كما البيتزا كاري البارح هشام كل واحد كيفاش بيتزا كاري ما شاء الله جات وداروها بزاف وبعثوا لي تصاور يعطيكم الصحه اللي بعثوا لي تصاور تاع البيتزا عجبتهم. ما زيد نقول لكم حاجه، مام الاخت نيفين هاي دارت البارح البيتزا اللي بيعتها هاي دارت البيتزا وبعثت لي لا فوتو ما شاء الله نيفين عجبتك البارح هشام جات فور جات هايله ما شاء الله. انا قلت لكم غير حنخرج حلقه الام تاعي تقول لي ديري لي البيتزا، وانا هنا بعثت لي ميساج انا قضيت لك ديري البيتزا دارت لك دارت لها فروسي دخلت ولا غير فروسي شنو قلت لك انت دائما هكا سبتي انت دائما ديري شويه تاع العكري حوالي مغرف صغيره
نديروا شويه تاع فلفل الكحل لي صوص طوماطاك، وتعرفوا تحب العكري وتحب الكمون، نزيدوا لها شويه تاع الكمون. بون نفتحوا هذه بون شويه كمون، نزيدوا لها الثوم بودره ولا ديروا الثوم تاع الحب ماشي مشكل. نزيدوا معاها شويه تاع زعيطره هكذا فري، ولا ديروها هذيك اللي تتباع في ساشي ماشي مشكل، المهم تكون الزعيطره حاضره في لي صوص طوماط تاعنا. نخلطوا كاع هذو المكونات. ديجا الريحه بدات تطلع تاع الزعيطره هذه، ديجا بدانا الريحه بدات تطلع بدات تريح الزعيطره بزاف، تجي شابه بزاف في لي صوص طوماط. فوالا نخلطوا مليح، نخلوا لاصوص تاعنا طيب، نزيد لها كميه من البصل هكذا راني مرتاح. نستقبل اول مكالمه. الو مساء الخير. الو الو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، وش راكي؟ لاباس، وش راكي؟ انت مليحه؟ لاباس الحمد لله. مين راكي تصلي بيا؟ من فرنسا انا. الله يبارك، وش راكي امي لاباس؟ بصي باش حكمتكم الحمد لله، الله فرحتي حكمتكم. الحمد لله يا ربي، راكي مليحه؟ والله لاباس. مليح هشام، والله غير الحمد لله. فرحتيني فرحتيني كي عيطتي، باسكو توجور تقول لي ما نحكمكمش. هادو 10 ايام ملي نعيط ما نحكمش. واش راكي واش راكم واش راهو احوالكم على الكونفينمون؟ والله والله الحمد لله انا فرحانين بكم. الله يسلمك. منورين الشاشه. الله يبارك. شكرا يعطيك الصحه وربي يخليك ان شاء الله. شكرا. راكو قاعد انا فرحت بالاتصال من الشاشه ولا غير فرحت. صافي بليزير صافي. عندي تقريب عامين ما شفتهمش، ما جاوش على جا الكورونا هذه. كما يقول لك ان شاء الله يجوا بخير، بخير سالمين غانمين ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. واش رايك في الوصفه تاع اليوم؟ قولي لي طاطا. على بالها بها. الحمد لله رانا شويه شويه قاعدين في الدار كما قال لك متبعين قراني تاعك. طبعا كونفيرموا مع الكونفيرموا شفتوا يردوا بالهم على رحمهم. يرد علينا هذا البلاء. امين ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا ميرسي. ربي ربي يوفقكم ان شاء الله، ان شاء الله ربي يكمل ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. صافي صافي بليزير عيطتي لي فرحتيني، على بالك شوط اليوم الوصفه نخدمها شوط اعلاز. عطيتي له لينرجي. لينرجي زدتي لنا ميرسي. زدتي لي في لينرجي اليوم. نمرقها بالماء. الو 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 تكوفا وي اي هنا تسمع فينا تسمعي ولا تعرف دابا ربي ولا نقصي لا تيلي باش تسمعينا. السلام عليكم، ربي يعاونك وليدي. الله يسلمك، سلمي على خاوتي وسلمي على ابي وقولي لهم مسلم عليكم هشام. ميرسي. ثاني سلم كاع لهم ونبلغ السلام لبنتي في الجزائر وعروستي. ونسلم ربي يطول العمر دابا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحة، ربي يخليهم لك، ربي يحفظ كاع العائلة. شكرا يعطيك الصحة. هاي. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. بسلامة أمي صحة. هشام نرجع لك ونرجعوا للوصفة. هشام واش رايك عيطت لك الأم تاعك؟ أنا حاسة طلعت لك لينرجي. صافي بليزي لينرجي، راكي تعرفي الغربة واعرة شوية. الغربة ماشي سهلة. ماشي سهلة خاصة. ماشي سهلة وتوجور تقول لي نعيط لكم ما نحكمكم، جربي حتى تحكمي. وكيما يقول لك. حاولوا 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 شحال من خطرة باش تحكمونا. فوالا ديجا راهي المكالمة الأولى هي حكمت، الحمد لله يا ربي، كي اللي عيطت وحكمت وهدرت معاها. ربي يخليها لك ان شاء الله وربي يحفظها لك وتدخل بخير وعلى خير. امين يا رب. فوالا اخت نيفين واش درت؟ قليتها مليح هذيك طوماطيش مع كمون فلفل كحل ثوم بودره والعكري، وزدت لها الملح. كنا نهضروا زدت لها الملح ودوكا قليتها مليح، زدت لها كميه تاع الماء ونخليها طيب في عقلها. فوالا نروحوا كما يقول لك نديروا نحو المكونات. هذا بون هذا ما نحتاجوش دوكا. نستقبل ثاني مكالمه. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. شحالكم لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانت واش راكي؟ لاباس بخير الحمد لله. منين كتصلي؟ انا كي حكمتكم. حتى انا اللي فرحانه كي حكمتينا. ام اسلام سكيكدا. مرحبا بكم، مرحبا بكامل الناس سكيكدا، نورتينا. يعيشك انا نموت على الشروق. حتى احنا نموت عليك. يعيشك، عشان تعي النهار طول وانا حاطتها شروق شروق نيويورك شروق
شروق نيوز. وانا قاعده نتابع غير الشروق وبقاي وافيه للشروق. اي ان شاء الله. شيف مس الخير شيف. مس الخير اختي، واش راكي لاباس؟ لاباس، انت بخير؟ الحمد لله يا ربي، سؤال عليكم. يعطيك الصحه اللي تقدم فيه. الله يسلمك الله يسلمك، عجبوك الوصفات؟ ما شاء الله، يعني اليوم ما نكذبش عليك، يعني متلهية من الصباح بالتليفون. واش درتي لنا، واش درتي لنا فطور اليوم ناس كي كذا؟ اليوم درت فطور، درنا كراتان تاع الكرومب محشي. صحتكم. بالفيون داشي ولوغي، ودرنا شوية تاع ليا العدس. صحتكم صحتكم. الله يبارك. صحة ولهنا، يعطيك الصحة. أو تعرف الدراري الصغار ما ياكلوش الكرومبو. الدراري الصغار. الدراري الصغار دايما بروبليم في الماكلة. ديما معاهم بروبليم. دائما في الخضرة في الفرومات في اي حاجه تلقاي صعوبات. دراري تعذر كي يحبوا السقايط، كاع كيما راهم يحبوا السقايط. صح، يحبوا السقايط والحلاوه. فوالا هذاك واش يحبوا. سي فورسا سنانهم تلقايهم كاع راشيين. على بها ثاني لي شيف راهم يجيبوا لكم وصفات اللي فيها الخضر، فيها كاع لي فيتامين وما يحسوا لهاش. ما شاء الله، والعالو شيف ما شاء الله، يعني تمدنا مما تكوني عندك لا روسيت تزيدي زاستيس. طبعا دايما يجيبوا لي زاستيس اللي يتعلموا منهم. يعاونوكم لي زاستيس. لي زاستيس يعاونونا. وشحال شاف نادية لاباس؟ والله غير بخير الحمد لله، نوجه لها تحية شاف نادية. تحية، نوجه لها تحية، قول لها ناس كي كذا يسلموا عليك بزاف بزاف. شكرا حبيبتي، يعطيك الصحة. شكرا. عندك وصفة لي صح حابة تشوفيها مع الشيف؟ الو؟ انقطعت المكالمة. انقطع الخط وقال الو؟ انقطع الخط للأسف. معليش، كانت مكالمة ما شاء الله عليها، وربي يخليك وربي يحفظك ان شاء الله، وبقاي وافية للشروق. وربي يخلي لها ولادها ان شاء الله. الاخت نيفين، الحبة تاع الباذنجان تاعنا واش نديروا؟ نقسموها اون دو، نخلوها بها بالوسمو تاعها هذايا، نديروا لها القارص باش ما تكحل لناش، نعرفوا باللي الباذنجان كي نقسموها رايحة تكحل لنا، واش نديروا؟ نديروا لها هكذا القارص. سمعي هشام، نحكموا هذيك الحبه تاع الباذنجان كيما كان، نقسموها اون دو، نقسموها اون دو، نحيوا لها هذاك الشيء من داخل. كميه قارص، هذا قارص من بعد انا واش ندير، نعاود نشللها باش ما تجيناش الوصفه تاعنا قارصه بزاف. داكوغ. برك درتو على جال ما بيد نوجد الفيون داشي تاعي وكذا. داكوغ. باش ما تكحليش، فوالا نجيبوه. كيما راكم تشوفوا هاي لي كيفاش دارها، وهاي لي كيفاش راهي. نزيدوا نقطعوا الحبه الدوزيام. فوالا نحكوها هنا بالوسط. بعد ما راني غاسلها بيان سور. هكذا. وصفة هذه هايلة نيفين. مام كيما يقول لك تحمر لك الوجه، ديريها مام للضيف ولا تحمر الوجه. ديكور تاعها شباب، ما تشوف في التالي كي نكملها إن شاء الله. راكي حكيتي. دغيا فاش راح نشوفوها كاع مع بعض. ديكور تاعها شباب، نو بطاطا هذيك مع الفخوماج كي يطيبوا في الفول يحمروا، راح يديروا ديكور شباب. اي جي مرحبا بك اسامه. جبنا الكاميرا موبيل تعيش باش يشوفوا كيما موالفين. اون ايرجونس اسامه، اون ايرجونس، اون ايرجونس. ارواح مرحبا بك اسامه. دائما نقول لك اسامه كي لحقوا لي تاع كيفاش يشوف الجمهور. ارواح ارواح اسامه، ارواح وري لهم باش ما يطرحوا لهمش الطريقه، وهي حاجه سهله الاخت نيفين، ماشي حاجه كومبليكي. كيما نعرفوا الباذنجان هكذا نقسموها اون دو، وانتم ديروا الكميه اللي راكم حابينها على حسب الافراد العائله تاعكم. كنت نقول لك سناب كيجي اسامه باش يشوف كيفاش راك دير فيها، لكن معليش معليش ماشي مشكل. دونك يجي اسامه ويشوف الطريقه مليح. كنا جبنا بعد ديال الخطوه المهمه، كاع نحسبت لي حتى طيبها هشام وكاع باش نديروا لها. هذه انا اول مره نشوفها. لا لا طيب كيما راهي هكذا، باسكو علاش انا وعلاش خدمت لاصوص طوماط؟ لاصوص طوماط راح نديرها في البلا، وندير الباذنجان تاعي محشيه بها بالبطاطا ونديرها في الفور. وهي واش ندير؟ لاصوص طوماط هي اللي راح تطيب لي الباذنجان. فهمتها لاصوص تاع اليوم. ميرسي هشام. ما كان لها شويه تطيبيها ومن بعد تعاودي تعمريها. ديجا الباذنجان كي طيب، ديجا كي ترفديها شتي كيفاش تجي بزاف طريه، تتقطع عليهم والديكور تاعها ما يجيش شبه. فوالا قارص لازم تحكوها مليح القارص. هاو جا اسامه هشام باش يورينا الخطوه هذه كيفاش يديروها ويشوفوها مليح. اسامه خويا كيما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام، الحبه تاع الباذنجان نقسموها اون دو، نحفروها بالمغرف ونديروا لها السيترون هكذايا، حكوها مليح
باش الباذنجان تاعنا تبقى مام كي طيب تبقى بيضه وما تجيش كحله. داكوغ. فوالا كيما راكم تشوفوا راني درت لهنا. راكم شفتوا كيفاش درهم؟ نقول لكم اسامه كيفاش يقطعهم كيفاش ديروهم. فوالا. نشوفوا مسحق. مسحق نو نسحق طبسي مدور الاخ تعطى نعيمه طبسي مدور باش نحطوا فيه الباذنجان. داكوغ. تعطى نعيمه معليش جيبي لنا اسيات برك نسحقوها باش نديروا فيها. فوالا. دوك نستنى تعطى نعيمه تجيب لنا لاسيات. هشام حبيت نسقسيك دوكا الباذنجان هذايا راح ديرو في البلاطو ديراكتومون ودير فيه كيما قلت لي لاصوص والبطاطا هذه ويدخل في البلاطو. الوصفه هذه ماشي سهله ماشي كومبليكي بزاف. واش ندير انايا؟ قطعت الباذنجان اون دو درت لها حفرتها درت لها القارص باش ما تكحللناش. دوك هادو واش ندير انا؟ نقطعهم رقاق نزيد نديرهم على صوص طوماط يطيبوا. كيما يقول لك في لاكويزين حتى حاجه ما تروح مام هادو الزوائد تاع الباذنجان. حفتك عليهم هادوك واش حدير؟ هادو ما نقيسوهمش الاخت نيفين، هادو نزيدوهم على صوص تجي باش تجي البنه تاع الباذنجان هذيك مع صوص تجي حاجه شابه. دائما نذكركم مشاهدينا اللي ما شافش الوصفه من الاول، كاين باذنجان في الفوق راح تشوفوا الوصفه محشي، وكاين هاد العصير تاع تفاح وتمر. نستقبل مكالمة. الو 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 مساء الخير. مساء النور اختي، واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانتم واش راكم؟ لاباس الحمد لله. منا كيتصلي بينا؟ نعيط لكم من حيدرة. مرحبا بك، مرحبا بناس حيدرة والجي. عايش واش راكم لاباس؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. واش رايك في البلا تاع اليوم؟ هايل مارفا ديرو بصح هذا وغلبني الشاف تاعكم. كيفاش مارفا ديري احكي لي؟ مارفا نديرو بلاصوص طوماط فيوند هاشي. داكوغ. كيما يعيطولو الفلايك. داكوغ صح، هو يجي شبه الفلايك صح. باش نروحو في حراقة. لا هو صح يجي شبه الفلايك عندك. باه الفلايك، مي انا راح نزيد له بطاطا. هذه بطاطا واش ندير انا؟ راح نرفيها مع نكرازيها مع لو فروماج ومع عدنوس ونديرها بلابوش نخدمها من الفوق كوم كوم ديكور، ومام بنه تاعها تجي بزاف شابه باسكو فيها لو فروماج تاع ثوم. نورت لنا الشاشه بصح خويا العزيز. الله يبارك يبارك فيك. الله يسلمك. ما مرفا ديريه وما فاديريه بفيوند هاشي وتعيطوا له الفلايك، هذه ما قلتيش عليها الفلايك، هشام حتى قالتها لي. شو هذاك القلب تاعو تانك ندوزنوه مع لاصوص طوماط. مع لاصوص طوماط. فوالا، لازم لازم لاكويزين حتى حاجة ما نقيسوها. ايه. لاكويزين حتى فوالا. باسكو هذه باذنجان مام باذنجان لو كان نديرها في لاصوص طوماط وحدها ما تجيش فيها البنه تاع الباذنجان، مي كي نديروا لها الزوائد هذوك تاعها راح تجي في لاصوص طوماط البنه تاع الباذنجان. يعطيك الصحة. شنو هو البنة تاعو السر تاعو هو الفورماج؟ فوالا الفورماج، الفورماج أنا نستعمل بزاف فورماج اللي فيه الثوم، فوالا كيفاش يجي، فورماج تاع الثوم يجي بنين بزاف في الماكلة تاعنا. معليش هيا بصحتكم. شكرا يعطيك الصحة. خويا العزيز. ميرسي أختي تعيشي يا ربي يعيشك. حبيبتي. يعطيكم الصحة. الله يسلمك الأخت. يعطيك الصحة، تبقى على خير. بسلامة. نعاود نولي لك هشام، عجبت لنا تعطى نعيمه لاسيات تا كنت في المكالمه راني جبتها لك كيف ندير لك. هشام حنسقسيك دوكا، عندي دو كيستيون. وي. اللي ما ياكلش فرماج وشنو الحل تاعو؟ واللي ما يحبش الباذنجان كيفاش حلو؟ وياكلهم جليد. اللي ما يحب اللي ما يحبش الفورماج اللي ما يحبش تما كي قلت لها دوك انت كي قلت لها هكا واش يديروا ما يطفوا عشان يروحوا ولا كيفاش ما يشوفوش الوصفه ولا كيفاش؟ لا لا الاخت نيفين الباذنجان هذه كي طيب في لاصوص قلت لك مع الفورماج مع سيرتو مع البطاطا هذيك راح نديرها ما تحسيش بالبنه تاع الباذنجان هذه، كاين بزاف صح ما يحبوهاش، مي يجربوا الوصفه اللي ما يحبوش الباذنجان ياكلوا هذه الوصفه ويرجعوا لي الخبر. صح دوك الباذنجان انا لقينا له حل، واللي ما ياكل فورماج ما يديروش كاع. لا لا اللي ما ياكلش الفرماج ما يديرش الفرماج، يدير بطاطا وحدها مع المعدنوس. سي سا ما يديرش الفرماج. فوالا ما يديرش الفرماج. انا برك فرماج كي تعرفي الفرماج في الماكله كيفاش يجي؟ يجي بزاف شباب ويطلق لنا البنه، كيما قلت لك انا نستعمل بزاف الفرماج تاع الثوم. داكوغ. هشام ثاني كيستيون واحده اخرى، اسكو كاين طريقه واحده اخرى يديروا بها الباذنجان اللي كان غير هذه؟ كاين كاين بزاف وصفات تاع الباذنجان راح نديرهم لكم، كاين باذنجان هاكا نديروها غولي مع في البلا ونديرو معها صوص طوماط ولا نديروها صوص بلونش.
كاين بزاف وصفات ان شاء الله راح نديرهم لكم. بعد اني رفضي جدرت لكم وصفه تاع الباذنجان المشويه هذيك لاصا السليطه هذيك، واليوم جبت لكم وصفه تاع المحشيه، وان شاء الله كما يقول لك في الاعداد القادمه راح ندير لكم وصفه تاع الباذنجان ان شاء الله. كاين ان شاء الله مفاجات هشام انا بها بالمتصل عارف اللي اسمه الفلايك، وصح لو كان يشوف فيهم هكا غايسه فيهم صح يشبهوا الفلايك كما قالت الاخت حراقه فلايك. الله يبارك يعطيك الصحه هشام على الوصفه هذه. الله يسلمك الاخت نيفين. نكملوا كاع هذو الزوائد نديرهم في لاصوص طوماط تاعنا. احنا دائما هشام عندنا منال الغضب اللي شاركنا بالاراء تاعها، ونيتريسيونيست تاعنا جاتني معلومه انه كاين يديروه محمص صح ولا لا؟ لا شنو هو؟ الباذنجان كيديروه محمص. كيفاش محمص؟ منال الغضب هذه هي لي زاستيس تاعها. مقلي مقلي. لي زاستيس تاعها هي مقلي. في المطبخ عندها واحد لي زاستيس منال الغضب. يديروه مقلي نورمالمون، كاين مقلي، كاين محشي، كاين مشوي، محمص كيفاش تحمصوه؟ بالك في الفور، ديروه في الفور وحده. بالك وي. بالك في الفور وحده وي. نعطيك الصحة. هذه منال منال كي نخرج من الحصة. نعطيك هاك دايما من الغضب قلت لك تعطينا الطرق. عندنا اتصال نعاود نقولوا الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. حبيت نشارك معكم ونقول لكم يعطيكم الصحة على ليميسيون. لا شكرا على واجب حبيبتي يعطيك الصحة ربي يخليك. وميرسي لهشام وصفة التوابل. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك اختي. عجبوك الوصفات؟ ما شاء الله سورتو تاع البيتزا البارح واو. عجبتكم؟ تاع البيتزا البارح. صحة. الله يسلمك الله يسلمك. هشام كانت بيتزا كاري البارح. بيتزا كاري. البيتزا البيتزا كاري البارح دارت حالا. جد روعة. جربتيهم المحاجب؟ والله غير مازال ماما اليوم ما ان شاء الله. جربيهم وبعثي لنا رأيك وشاركينا كيفاش خرجوا لك كيفاش جاوك. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. على ليميسيون. شكرا حبيبتي يعطيك الصحه. لا شكرا على واجب. نقدر نقدم اهداء؟ طبعا تفضلي. بون مهدي هدايا لوليداتي مولا بيتي. ربي يخليهم لك ان شاء الله. سورتو ما فامي لا فامي بقالم. ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك. بقالم. لا بابا عبد الرزاق. ربي يخليه لك وربي يحفظهم لك. وسورتو سورتو صغيرة. ربي يخليهم لك وربي يحفظهم لك ان شاء الله. لا فامي بقالم بزاف بزاف. شكرا حبيبتي يعطيك الصحة. شكرا حبيبتي على خير. سلامة. نعاود نرجع لك للوصفة هشام. وي نديرو بطاطا تاعي هذه راني غليتها مقطعها هكذا بفلاشية ملح شوية تاع الزيت غليتها، نزيد معاها وحدة فخوماج تاع الثوم كما قلت لكم انا نحبوا بزاف هذا الفرماج. والفرماج اللي عندكم في الدار تقدروا ديروه؟ ديروا اي اي ديروا اي فرماج، انا نزيد لها غير شويه هكا فرماج غابي عندي هذا شي دار، نزيد لها معاها الفلفل الكحل. اها. ونزيدوا معاها شويه تاع الملح. داكو. الملح ما تكثروش بزاف باسكو ديجا فرماج. مالح. فوالا. فرماج مالح. نزيدوا معاها المعدنوس. داكو. سما هاد درت لنا وصفه هشا فيها كلش، فيها البطاطا فيها بزاف فوائد الوصفه هذه. شوف فيها البطاطا فيها الفرماج فيها كلش. فوالا ونكرزوا البطاطا تاعنا هكذايا ندخلوها معاكم تشوفوا فيها. هذه نحتاجها في لافان للديكور. يعني تكرازي حتى تولي شغل بيغي كوا. فوالا بيغي. هكذا ندخلوا مليح هذوك. عندك فرماج هذاك المعدنوس دخل كلش. هكذا يا حتى نشوفوها ولات بيغي. مشاهدينا دائما نذكركم الوصفه تاع النهار اليوم كان باذنجان محشي في الفوق بالفولي عاشي، انتم تقدروا ديروه باش حبيتوا. هذا وصفه ديروا فولي عاشي ولا فيونداشي ولا دانتاشي. هذاك دائما نقول لكم كيما تحبوا يكون اختياري. قال لك يسموه الفلايك. كاين هذا هشام وشنو؟ عصير. لا لا ماشي عصير، هذيك تحليه تفاح مع التمر فيها فوائد بزاف. ديجا التفاح فيه فوائد، التمر فيه فوائد، التفاح فيه فوائد، والحليب فيه فوائد. حاجه باينه. ونزيدوا معاها مايزينا
داكو. وزيدوا معها زوج مغارف تاع لافاني، وزيدوا معها زوج مغارف سكر، واللي عنده مرض سكر ولا يستغنى على زوج مغارف تاع السكر. كاين بزاف يحبوا الحلاوه، واش نديروا؟ يزيدوا معهم زوج مغارف. اللي يحب السكر يدير السكر، اللي ما يحبش يدير السكر يقدر يستغنى عنه. مشاهدينا اتصلوا بنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه ولا تفاعلوا معنا في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، تلقاوه المباشر تلقاوه اليوم، حتى اذا فاتكم العدد تقدروا تعاودوا تشوفوه في الفيسبوك راح تلقاوه المباشر ولا في اليوتيوب. نرجع لك كيشان فوالا كاي ولا تكوري ما بيد راني نكازي بطاطا، السلطه ناعمه، اسمحي لي مقله 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 بابا ناعمه غير مقله برك مقله وما زيد نقول لك حتى حاجه طاطا ناعمه اسمحي لي دوك تجيب لنا مقله طاطا ناعمه هكذا ما بيد نخدم هذه تجيب لنا طاطا ناعمه المقله ونكملوا الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. هشام شحال من واحد يشوف لنا يروحوا دائما يجربوا الوصفه مع العشيه، انا وحده منهم دخلت البارح ودرت البيتزا كاري تاع البارح اللي كنت تقول لي بالك. واش رايك في البنه تاعها؟ جات بنينه يا هشام. شتي شحال بنينه الوصفه هذه؟ انا كنت جيعانه ولا هي صح جات بنينه؟ الوصفه هذه طهاني واحد الشيخ طهاني واحد الشيخ كنت ناكل بزاف عنده البيتزا هذه، قلت له دبر راسك اعطيني الوصفه لا بسي باش طهاني وطاني قلت لكم الوصفه تاع لاصوص طوماط ومن بعد نوريها لكم لاصوص طوماط. شفت شويه اليد لازم طوماط يشرب صرادوك يتفوروا ولازم ينشفوا من الماء تاعهم، ومن بعد نوريكم صوص طوماط نوتر ميثود ماشي كيما تاع البارح. هذيك اللي وريتها لهم البارح كشوط هذيك هي اسهل طريقه تاع لاصوص طوماط. هذيك هشام اسهل سهله وبنينه ثاني فوالا تجي شابه وسهله وغافي درتها ما با نص ساعه بعد ما تخمر تنتقدر في لاصوص بالخف. هشام البارح ما نغضب غضبنا على شيء اللي كان قالت لك هي انا دوك ندخل نديرها انا درتها سبقتها كانت تقولي ايه انت طيبي إيه انا اللي درتها منال سبقتك منال قلت لك منال كي نخرج من الحصه عطينا الوصفه هذيك اللي قلتي لنا عليها تاع المحمص هذاك ما نعرفهاش حتى انا سمعت هذا اليوم بدنجان محمص بليون داشي والبصل. هشام نروح نجيب لك المقله ونولي فوالا يعطيك الصحه تاتا نعيمه نشكروها بزاف تاتا نعيمه. هاي لك المقلة هشام المقلة هذيك نقلوا فيها الكولي راشي تاعنا. نستقبلوا المكالمة هشام. الو مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مساء النور. مساء النور. انا الاخت شافية من قسنطينة حبيت نشكركم بزاف على هاد ليميسيون اللي ديروا فيها بزاف. ايه. وبيتزا تاع البارح ثاني عجبتني بزاف. شكرا يعطيك الصحة، شكرا على اتصالك، مرحبا بك، مرحبا بناس قسنطينة كامل كامل كامل، نورتينا. عندي إهداء، عندي إهداء لعند الخالي في بنتيكو في قسنطينة. تفضلي. عندي إهداء للخالي في بنتيكو. وأنا حندير عملية، نطلب كامل الناس يدعيوا لي. ربي يشافيك إن شاء الله، وربي يخرجك بخير وعلى خير وعملية ناجحة إن شاء الله. ان شاء الله خفي ان شاء الله بارك الله فيك. شكرا العفو حبيبتي. شكرا حبيبتي على خير. نتمنى لك الشفاء العاجل اخت وان شاء الله عمليه ناجحه. ان شاء الله يا ربي ربي يرزق لها الشفاء. نعاود نرجع لك هشام. دوكا واش ندير؟ روح نقلي البولي تاعي. اه. نديرو شويه تاع البصل. نقلوه شويه شويه. خلي بالك المشاهدين انه حنايا البيضنجل راه واجد نقيته هشام. لاصوص راهي طيب. صوص طوماط سي بون واجده. البطاطا ديرها بيغي. صوص طوماط ما نخلوهاش طيب بزاف باسكو راح يزيد طيب لنا في الفور باش ما تجيكمش ناشفه. ها كيفاش صوص طوماط. داكور. مع هذوك الزوائد اللي درتهم تاع الباذنجان فوالا شكون. دوك يشوفوها كيفاش راهي. مع الزعيط راه كاع يعني تطلق واحد الريحه ما شاء الله هاي تشهي. فوالا هذه هي صوص طوماط. اسحاق بعثه هو يشم الريحه مع اللي هو ما يتشهاش بزاف الله يبارك. فوالا لا صوص طوماط تاعنا. نغطوها نقلوا شويه البصل تاعنا هنايا. نستقبل المكالمه. الو مساء الخير. مع الوقت كريمة صباح لاباس راكم مليح؟ لاباس الحمد لله. اخي هشام كذلك. الحمد لله خويا واش راك لاباس؟ لا لاباس الحمد لله. الحمد لله مين اتصل بنا؟ بومرداس. مرحبا بك مرحبا بناس بومرداس نجو لهم تحيه كبيره كبيره كبيره. بك وعلى اخت كريمه. انعم. وشما؟ اخت ريجين. طبعا نبيله معك. واش راكم؟ صافا فيون لا لاباس الحمد لله. مرات بومرداس.
مرحبا بك مراد، مرحبا بالناس. كان بومردس فرحت يعني كي راجل اتصل بالحصه انه قليل اللي يتصلوا بينا. بليز نعاود نحاول باش نعيط لكم وما يحكمش. لازم تحاول شحال من خطره باش تقدر تحكمنا على بالنا انه ما تقولوش حكمنا من المره الاولى. باش تكون من الاولى في القبيل ولا تصعيبها ماشي كيما كانت تسع شهداء. حاول تصل شحال من مرات تقدر تحكمنا وتكون معنا كيما اليوم راك حكمتنا وراك معنا ونورتنا باتصالك. المهم نقول لكم برك الوصفات تاع اللي خاصه بالامراض المزمنه مثلا السكري. هاد الوصفات راح يكون ان شاء الله في الاعداد المقبله انه اتصلوا بنا شحال من قبل وبرومينا لكم وعدنا لكم انه راح نديروا اعداد سبيسيال خاصه للامراض المزمنه لاطونسيون السكر الديابيت السكر لاطونسيون لانيمي كلش. شكرا لكم على المجهودات الجباره المبذوله تبذلوا فيها كامل. لا شكرا على واجب، لا شكرا على واجب. ويعني الحمد لله كان كما يقولوا كان الرجال في المطبخ. شكرا يعطيك الصحه. ميرسي تعيش ربي يعيشك. هشام راجل اتصل بينا اللي هذه ملي بدينا ثاني راجل اتصل بينا. ثاني راجل واضح. وش رايك في الشيف هشام في الوصفات؟ لاباس والله الحمد لله. الحمد لله شكرا على الاتصال يعطيك الصحة. الله يسلمك. لا شكرا على واجب يعطيك الصحة. هشام نرجع لك وللوصفة. نعاود نولي للوصفة تاعي واش درت؟ درت لهنايا كمية من البصل حوالي نص حبة بصل مربية درتها تتقلى زدت معاها بولياشي زدت معاها الفلفل الكحل الملح ودرت معاها الثوم بودرة فوالا نخلي كاع هذو المكونات يتقلاو مليح. فوالا وما تنساوش الملح راني زدت لها الملح. الملح بزاف ننساوه في المطبخ تاعنا. حتى نبدا من داك وتصالح تنسى الملح. من داك انسان كيكون هكا لاهي ولا ينسى خاصة مقيدين بالوقت هشام. انا زي ما نقولها ناديه نقولها ناديه تجي مسوسه تداوى خير ما تجي مالحه. انا جي بريفير الماكله تجي مسوسه وما تجيش مالحه. هشام المتصل دوكا كان قالنا ديروا لنا وصفات خاصه بالامراض المزمنه والسكري. كنا وعدناهم ان نديروا لهم اعداد خاصه للامراض هذه. واش رايك لو كان نديروا لهم عدد في الاسبوع؟ ان شاء الله خاص بالامراض ولهم وصفات خاصه بهم. نلبوا كاع الطلبات اللي راهم يطلبوهم منا. ان شاء الله نديروا لهم وصفات هذو تاع امراض السكري كما يقول لك ربي شافيهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. رانا احنا هنايا باش نلبيو طلباتكم. رانا لهنا على جالهم هما كون ماشي هما ما راناش لهنا. بيكم اللي رانا هنايا وراح نحاولوا باذن الله راح يكون عدد في الاسبوع خاص بالامراض المزمنه. نستقبل المكالمه. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. انت واش راكي؟ واش راكي بنتي؟ لاباس الحمد لله. انت واش راكي؟ شاف هشام. الحمد لله الحمد لله. سؤال عليك. سؤال عليك. الصحة. الله يسلمك الاخت. يعطيك الصحة. الله يسلمك. على واش راكو ديرو؟ صافي لونتون نحوس نتصل بكم امبوسيبل. لا شكرا على واجب وراه حالفك الحظ وراكي معنا. ويعطيكم الصحة على لي باركات اللي راكو ديروا فيهم. عاملين لي باركين. الصحة يعطيكم الصحة. الله يسلمك. وين راكي تصلي بينا؟ تربي الوصفة برك. حمدين. مرحبا بك نورتينا وتحية كبيرة الناس سعيد حمدين. يا أنا راني أنا راني فوتر غومير. الله يبارك. الله يسلمك. ربي يخليك وربي يطول في عمرك إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا. راه عجبوك لي باركات تاع اليوم. هايلين. وشنو انا كنت نديرهم صح هذيك لاستيك اللي دارها تاع بطاطا الفرماج اليوم العشيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هشام قالت لك حتجربها. ان شاء الله حتجربها. قالت لك حتجربها. دوك تشوفوا الطريقه. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش نديرهم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا ربي يخليك لينا ان شاء الله. شكرا على الاتصال. عايشك بنتي. يسلمك. نرجع لك ونرجع للوصفه هشام. وي كيما راك تشوفي فيها الاخت نيفين البولي هاشي يطلق الماء تاعو شويه. واش نديرو؟ نخلوه حتى ينشف الماء هذاك كيما راك تشوفوا فيه باسكو البصل فاني يطلق الماء. نخلوه يطيب غير في عقلو ما نتقلقولوش. اها نشعلوا الفور تاعنا نديروه 180 درجه نورمالمون شاعل مازال ماشي شاعل. نديروا الفور تاعنا شاطر هشام ما نخافوش عليه. فوالا نديروه 180 درجه نشعلوه من الفوق ومن التحت. ولا عندكم كويزينيير
ولا عندكم كويزينيير ولا اشعلوا له من تحت ومن بعد كي تشوفوا لاصوص تحكم هذيك تغلي واش ديروا اشعلوا له من الفوق باش يتحمر لكم هذيك البطاطا مع لو فرماج. داكور هشام البارح الام تاعي قالت لي الفوق علاش طول هنا باش يطيب لي البيتزا الفوق تاعكم يطيب نقول لكم حنا الفوق تاعنا شاطر الفور شاطر كاين انواع الفور هذا الفور اللي انا نطيبوه فيه فونتيلي كي تكون الفور فونتيلي ميور الفرن تاعنا شاطر وهذا واش لازم لنا خاصنا نحن مقيدين بالوقت هشام فوالا هذاك واش لازم لنا الميور اللي حب يشري فور ولا يشري فور فونتيلي يطيب لهم كاع انواع تاع لي غاتو ولا لي بلا هكذايا مام رابيد في الطياب تاعو داكور هشام مشاهدينا دائما نذكركم اللي تلحقوا بنا متاخرين ولا تلحقوا بالوصفه متاخرين كاين لي باركات بتاع البدنجال كما قالوا لي الفلوكه واسمهم كاين تحلية التفاح بالتمر اللي غني بالفيتامين على بالنا بلي التفاح فيه الفيتامين مليح مفيد للصحة والتمر تاني مفيد فيه كامل الفيتامينات اللي نصحونا به ناكلوه والحليب تاني غني بالكالسيوم والفيتامين وفيه كلش طلبوا مني تحلية يا قلت اليوم ندير لهم تحلية ومازال ان شاء الله في اعداد قادمة كاين بزاف تحلية راح نديرهم لكم كاين انواع تاع لي غاتو راح نديرهم لكم كل خطرة ندير لكم حاجة كل خطرة نلبي لكم الطلب تاعكم الموسم مازال طويل مشاهدينا ورانا رجعنا لكم بعد الغياب باش نلبي لكم كامل طلباتكم واي وصفه حابين تشوفوها اتصلوا بنا ولا بعثونا على مواقع التواصل الاجتماعي ونحن نلبيها لكم راح تكون معنا باذن الله هذه نديرها في لابوش ما بيطيب لي هذه نديرها في التالي داكوغ بطاطا ديرها في لابوش هشام سي بون في لابوش باش يجينا الديسان تاعها شباب داكوغ فون لابوش هذه اللي يجي مسنن لنا داكوغ نستقبل مكالمة الو الو مساء النور السلام عليكم يا العذراء وعليكم السلام حبيبتي راكي لاباس الحمد لله وانتي واش راكي صغر الحمد لله الحمد لله انا كيتصلي بيا انا يا ليلى من بليده وانا من باب الواد عيطت لكم ديجا كنت حنقول لك انت عيطتي لي ديجا لا بوتاك عقلتها واش راكي توجور بال الله يبارك ما شاء الله يسلمك حبيبتي ما اختي قلتها لك ديجا ونعاودها لك ورده من بليده عيطت لنا الله يبارك ورده الشروق يعطيك الصحه شكرا حبيبتي يعطيك الصحه واش راكي شوفي اختي العزيزه نعم بون واش راه شاف هشام واش راك والله غير الحمد لله اختي سوال عليكم صحه شوف خويا هشام وي البارح هذيك لاسوب ايه هذيك البيتزا بدات سكسي في داري الله يبارك الله يبارك صحتكم صحتكم البارح قلت لهم شوفوا اليوم ندير لكم هذا المنيو وعجبهم عجبهم عجبتهم برك يا ودي عاودينا كيما لاسوب قالت لي الفطور راهم فطروا بها الحمد لله كيما يقول لك حاجه ما تنقاش ايه واسمو البيتزا هذيك راحت البارح واليوم قالوا لي زيدي عاودينا قلت لهم ماشي اليوم اليوم نزيد لكم حاجه واحده اخرى اليوم نشوف اش كاين نزيد لكم حاجه واحده اخرى اليوم والله غير يعطيه الصحه وما شاء الله جات هايله والله غير يعطيه الصحه الله يسلمك شكرا يعطيك الصحه وبصحتكم هديه هديه تاع الباذنجان هديه نديروهم شغل نديرو غسات واحد اخرى يعني ماشي هكذايا يعني كيفاش ديروهم انا قلت لكم اتصلوا بيا قولوا لي كيفاش ديروهم نحب نعرفك كيفاش ديروهم شوفي انا نديرها شغل تقطعين نقطعها شغل دي بالطول داكوغ بعد كي شغل في المقله ماشي نقليها كي شغل نشويها ندير شويه زيت افان داكوغ بعد نحشيوها بفيون داشي فوالا نديرو صوص طوماط داكوغ بعد هذيك صوص طوماط نديرها في البلا ايه بعد نحط فوقها هذاك الشغل يجيك شغل دي سيجار هكايا داكوغ الوصفه اللي قلت لك عليها جيرولي باذنجالولي لازم تقليها شويه ومن بعد تعمريها بلافاكس تاعك تاع الفيون داشي تروليها ديريها كاع في البلا تاعك وديري لاصوص طوماط خليها طيب فوالا كاينه الوصفه هذه اللي قلت لك عليها من قبل من الوصفه هذه جربيها الوصفه هذه جربيها هكذاك وكاين ثاني نديروها كي شغل جواز تقطع كيما راهي هكذايا تقطع هكذايا نديرو صوص غوج بالثوم والبونزيو تجي حاره فوالا داكوغ كاين بزاف وصفات كاين دي ديفيرونت كيفاش بزاف بزاف وصفات بصح هادي هادي انا ان شاء الله باذن الله نديرها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي جربيها وزيدي اتصلي بينا قولي لنا كيفاش ان شاء الله اختي ان شاء الله شكرا حبيبتي يعطيك الصحه الله يسلمك شكرا ربي يخليك لينا يسلمك اختي العزيزه سلامه على خير في روحتكم بس على خير نرجع لك للوصفه هشام مشاهده وفيه هذه ما شاء الله هشام مشاهدينا كاع اوفياء الله يبارك كاع كاع كاين بزاف قالوا لي ماناش نحكموا جربوا عاودوا حتى تحكموا كيما الام تاعي 10 ايام وهي تعيط اليوم زهرها حكمت
ماذا بكم تبقوا تجربوا في ليزافيل حتى تحكموا. مشاهدينا كاع في نقول لكم ربي يخليكم لينا ان شاء الله ويخلينا ليكم لانه رانا هنايا بكم واللي رانا هنا وعليكم اللي رانا نخدموا. وهشام جينا حنايا دوكا بعد الغياب باش ننسوهم في الحجر. فوالا حجر صعيب وفتره صعيبه رانا مروا بها. سيرتو الجاليه تاعنا راهم في الحجر راهم كاع يتبعوا فينا. ما يقول لك ربي معاهم ان شاء الله وربي يرزقهم. احنا هنا باش نقصروا ونضحكوا ونجوزوا سويعه نحيوا على الخاطر. كاين بزاف من الجاليه راهم يتبعوا فينا. وبعثوا لنا هشام قالوا لنا راكم تنحيونا على خاطرنا وهذيك المتسلقات هنا كي نشوفكم تضحكوا نضحك انا ثاني. واحد الحجه البارح عجبني واحد الكومنتار البارح واحد الحجه قالت لي يا وليدي راكم تنحونا على خاطرنا قالت لي ساعه ونص يتفوت بالخف. فرحتني في الكومنتار هذاك. انا بعثت لي نوجه لها تحيه ولا راهي تشوف فيا اللي بعثت لي كومنتار البارح. حتى انا وحده بعثت لي البارح قالت لي كي نشوفك تضحكي انت واللي شاف حتى انا نولي نضحك في الدار انا وماما راه يسلم عليكم قالت لك نحيتينا على خاطرنا نوجه لك تحيه كبيره لك والام تاعك. فوالا الاخت ديفين البولي تاعنا طاب نديروه في ريسيبيون. فوالا نطفو الفرن تاعنا. داكور واش دير ثاني؟ نزيدو لها فرماج. داكور فرماج غافي هكذايا ونزيدو لها لاصوص طوماط. داكور احنا بعد ما طيب هذاك البولي اشي نطيب البولي اشي نزيدو له معدنوس نزيدو له الفرماج غافي ونزيدو له شويه من لاصوص طوماط لداخل. داكور نوجه تحيه كبيره للناس وهران وبالمدني غانيه من وهران متابعه جد وفيه للبرنامج نوجه لها تحيه كبيره كبيره كبيره. فوالا اخت نيفين واش نديرو نخلطو كاع هادو المكونات هكذايا باش البنه كي تاكلي الباذنجان البنه اللي راهي كيما يقول لك في البلا تحت ومن الفوق كيف كيف باسكو انا زدت لها لاصوص تاعها. كما ذكرهم بالخطوات اللي دارها هشام نقل الباذنجان كما راكم تشوفوه فلايك ومسحوا بالقاز باش ما يكحلش طيب البولي اشي وطيب لاصوص ودار البطاطا كفور البوري بالفروماج مع دنوز اي بوي في لو ريسيبيون فلور لاصوص فلور الباذنجان نجيبو نجيبو فلا هكذايا نفرو كاع هذيك لاصوص تاعنا بون راهي سخونه تي نحي لاصوص نخدمك شويه معايا باسكو المقله راهي سخونه فوالا ما نحكوش ما نخليو والو هشام فوالا والو حاجه ما تبقى حاجه ما تروحش فوالا نحطو المقله تاعنا هنايا ونديرو هذيك هكذايا في البلاط تاعنا كيما راكو تشوفو نجيبو الباذنجان ونعمرو فيها لافارس هذيك باش نحي المقله باش يقدروا يشوفوها. قلت لكم قبل ما تلاخروا شلوها باش ما تجيش فيها البنه بزاف تاع القارص نشلو الباذنجان تاعنا. تفضل باسكو درتها خطره وخليت فيها القارص هذاك جاتي بزاف قارصه باش ما تغلطوش. فوالا نشلو الباذنجان. مشاهدينا اتصلوا بنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه شاركونا كيفاش ديروا هذه الوصفه اسكو ما في نديروها ولا جامي كيفاش ديروها على بال بلي كاين بزاف طرق كيفاش يديروها. نستقبل مكالمه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي صافا؟ لاباس الحمد لله وانتيا؟ الحمد لله حسين عليك بخير. الحمد لله هاد لافوا ماشي بعيده عليا اتصلتي بينا من قبل؟ صايب انا راني معاكم كل يوم. كل يوم راني نهضر معاكم. ماشي بعد لمسات؟ نيشان هي عرفتك. عرفت عليا قلت لهم باللي دخلوا لي الضحكه لداري ثم تضحكوا انا نضحك. دوكا هضرت عليك كنتي والله هكا نكون في الكوزينه ثم تكونوا على ما بديتوش بنتي عندها 3 ans تكون هنايا في لاشومبر تعملي ماما ماما الطياب الطياب جاهز ما الكراس وتعملي لها غسك. لا يبارك ربي يخليها لك ان شاء الله. امين يا حودك. عرفت لابوا تاعك اليوم غير ريبونديتي عرفت باللي انت ياك الله يحفظك صافا بخير. لا بس الحمد لله انتم واش رايكم شنو الناس لمسان؟ الحمد لله شاف هشام صافا؟ والله غير الحمد لله اختي سؤال عليك. صافا وراك مزهينا دارنا ومزهينا الكوزينه و الله يبارك لك الله يبارك ربي يخليك حبيبتي. راكي تجربي في الوصفات؟ راكي تجربي فيهم؟ ايوا ماشي لا درت كيما قلت انا بحاجه طايرين في الطاكو. دوكا
عملتهم جاو طوب جاو يغوي ويعطيك الصحه. الوصفه هذه تاع المحاجب اللي رايحين في الطاكوس مين زواج على بالي مين زواج. هي جات تغوي والله العظيم جات علامه. الله يبارك فيك. صحتكم حبيبتي. يسلمك يحفظك. والبارحه عملت ثاني عاود البيتزا زادت كما قال ختمه الميزان. اها. جات تبارك الله يعطيك الصحه. صحتكم. وين كنت قاعده قلت اليوم هشام شاف هشام اسم غادي يدير لنا باش ندير العشاء. غادير الوصفه هذه. غادي راه عندي انتم تحط احنا نقولوا لها البرانيه. راه عندي فريجيدار. داكا شنو هي هشام؟ ديري الوصفه هذه ديري الوصفه تاع الباذنجان. هذا. داكا. احنا هنا في تلمسان نقولوا لها البرانيه. هاني تعلمت اسم جديد اليوم نخرج فرحانه تعلمت حاجه جديده. شغي احنا نتعلموها حتى على كامل حتى انتم ولا غير تعلمونا دائما نقول لكم اتصلوا بنا انه منكم ثاني نتعلموا الله يحفظك ونتعرفوا على العادات تاع كل منطقه وكل منطقه كيفاش طيب على بالي ماذا بينا نتعلموها ونتعرفوا عليها كامل صح صح سيفري كما قال هذا الطياب وهذاك مدرسه الانسان يتعلم منه طبعا قد ما تتعلمي ما تقولي مازال ما تعلمش قد ما تتعلمي قد ما تجربي تقولي مازال ما تعلمش انه عالم كبير الطبخ لا صح نيشان الله يعطيكم الصحه شكرا حبيبتي ربي يخليك الله وبقاي وفيه هكا دائما دائما خاي ما تنسانيش راني زعفانه منك راك ناسيني في البسكوي غولي نديروا لكم ان شاء الله نديروا لكم بسكوي البسكوي تاعك ينستار مشاهدتنا الوفيه كاع ما درت لهاش الله يسلمك تعيشي ميرسي حبيبتي بقى على خير حياتي وبسلامه نعاود نرجع لك هشام خليفين كيما راك تشوفي درت لاصوص تاعي من تحت درت الباذنجان راني حشيتها بالبولي هذاك البولي واش درت له درت له حوالي زوج مغارف ولا ثلاثه تاع لاصوص باش يجينا الكو تاع الباذنجان الفوقاني والتحتاني كيف كيف فوالا نزيدوا لها اي شويه فرماج هكا رابي تقدروا تستغناو عليه دوكا نجيب لاطوش تاعي وندير لها الشباح تاعها من الفوق هذاك اللي يحوس واش مش شباح هذيك البطاطا اذا لها فرماج والمعدنوس ولي زيبيس جاب لي زيبيس درت لها فلفل كحل فلفل كحل الملح و لافاكس وي نو البطاطا برك بطاطا فلفل كحل والملح وزدت لها هذاك فرماج قلت لكم تاع تاع الثوم وزدت لها المعدنوس فوالا كيفاش يجي البطاطا هنا من الفوق هذا هو شي دار لها من الفوق هذا اللي راك تشوفوا فيه وصفه تاع اليوم هشام سهله سهله وماشي ماشي مكلفه قادرين كاع يديروها ومام كيما يقول لك والله غير تحمر الوجه هكذا تحطيها للضيف بطاطا هكذا يا سيرتو كي طيب البطاطا هذه واش تجي دوغي كنت حنقول هيك تجي دوغي فوالا تجي دوغي ومام كي تاكليها تتقرمش الاخت نيفين دي مقرمشه شوفوا كيفاش تجي البطاطا في البطاطا من انا نشوفوا فيها عملت لك ان شاء الله فوالا مشاهدينا اتصلوا بنا على ارقام الظهره اسفل الشاشه قولنا كيفاش ديروها كيفاش ما فين نديروا الوصفات اسكو درت جربتوها مقبل ولا جامي ولا جربتوا الوصفه تاع البارح كيفاش خرج لكم كنت على بالي بلي البارح كاع رحنا درنا البيتزا كاري هذيك هشام انت يا درتيها انا دخلت ديريكت درتها هشام كي درتها انا نسيت على بالي بلي كاع داروها قلت لها اليوم غدوه ان شاء الله نبيعك بلي راكي درتي البيتزا باسكو راني شادالها ديجا تاع الخبز تاع الخبز قلت لك هشام انا درت لك ليك البيتزا ولا درت لها الخبز خلاص هاي خلاص رانا كيما 50 50 اي والله تصدق بالمكالمه مساء الخير مساء الخير مساء السلام ورحمه الله اخت نيفي لاباس لاباس الحمد لله انت واش راكي لاباس والله غير الحمد لله الحمد لله منين كيتصلي بينا زهره من الرقي اتصلتي بينا من قبل اتصلت البارح اني نحصل لي فوا صافا الحمد لله الحمد لله يا ربي واش راه الناس بالراقي واش راهي الاحوال لاباس والله الحمد لله واش درتي لنا الفطور اليوم ثاني بيتزا تخيلش بيتزا كاري كاري يعطيك الصحه وبصحتكم كيفاش جاتك جاتني ما شاء الله هايله بصحتكم شتي شحال خفيفه وتجي بنينه نينا يعطيه الصحة الله يسلمك الأخت الله يسلمك يسلمك بصحتكم حبيبتي واليوم الوصفة تاع اليوم واش رايك فيها؟ أنا نحب باذنجان جاتك مالا وصفة مالا ديري مالا ديري نحبها باذنجان كيما تجي نحبها أي جاتك وصفة تاعك وليك سبيسيال مالا يعطيكم الصحة الله يسلمك الصحة والله يسلمك راكم ما شاء الله الله يسلمك شكرا واجب يعطيك الصحة حبيبتي شكرا يسلمك لايف وحبيت بنت خويا حبت لاكوكا بشرى بنت خويا دائما تقول لي عمتو انت تحكمي عيطي له قولي له يدير لنا لاكوكا
ان شاء الله في الاعداد القادمه راح ندير لكم لاكوكا. ماشي بشرى ان شاء الله تحكمي انت وراح نديروا لك لاكوكا. قولوا لي ما نحكموش. انت عندك الزهره كي تحكمي كي تحكمي انت. بلغي لنا الرسائل واش حابين قولي لنا انت. بشرى بقهوه الشرقي بنت خويا دائما تقول لي عم تقولي لهم نوجه لها تحيه. بشرى مسكينه ماهيش تحكم فينا بصح نقول لك انا عرفنا واش راكي حابه ونوجه لك تحيه كبيره يا بشرى. الله يسلمك. شكرا حبيبتي يعطيك الصحه. هيا سلام عليك. على خير. ميرسي تعيشي. عليك. فوالا قطعت لي تنحت لي لاوديو تاعي. ميتت شابه زوج كزاز. صافي واش درت خممت خممت اكيد تعرفي لا كويزين لازم تخممي. خممت درت زوج هكذا بشرى عطي وزوج نورمال. جات شابه واحد زوج زيكزاك زوج نورمال زوج هاك وزوج هاك فوالا نزيد لها شويه فروماج هكذا من الفوق نيفين. هذا اختياري حبيتو ديروه ديروه انا تعرفي نحب ديما نقولو انت لافاخ تقعد توجور اختياري واش عندك في الدار نوضي ديريه ماشي لازم فروماج يمد لنا فاني كو شباب شي دار هذا هكذا هشام. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. الوصفة الأولى الوصفة الأولى راهي واجدة تدخل الفوخ نروح ندخلوها في الفرن نقعد بلون دو ترافاي تاعنا دوك أنا نقي هشام ندير البلاطو معليش ماشي مشكل فوالا نروح ندخلوها للفرن وراهي لو بلا هذاك هشام ولا راكو تشوفوا فيها كيفاش تجي الشكل النهائي تاعها قبل ما تدخل للفرن تعاود تلاقاو بها مور الفوخ فوالا. مشاهدينا نرجع لكم اتصلوا بنا وين ما كنتوا ولا عندكم وصفه ولا استفسار. هذه هي الارقام تاعنا 023 70 92 94 023 70 92 96 اتصلوا بنا في الارقام شاركونا ارائكم شراكم دايرين فيها كيفاش راكم على الحجر الصحي. رانا هنا باش نحيو ونفاجئوا ونحيو الغما ونقصروا ونضحكوا. رانا ندخلوا لدياركم كل يوم بوصفه جديده وبمقادير جديده ان شاء الله اللي تقدروا كامل تجربوها وديروها مع لي شاف اللي راهم حاضرين معنا سواء شاف هشام سواء شاف ديال النجول. ها تحيه. هذه بالنسبه للوصفه الاولى سي بون كملناها نروحوا نخدموا الوصفه الثانيه. الوصفة نذكروهم برك بالوصفه الاولى لانه كاين دائما اللي يلتحقوا بنا متاخرين. نجيب لنا الوصفه الاولى هشام احكي لهم واش درت. الوصفة الأولى كما شفتوا بزوج حبات تاع باذنجان نتوما على حسب أفراد العائلة كل واحد شحال عنده قطعتهم أون دو نحيت لهم الحشو تاعهم التحتاني هذاك بالمغرف ديروا له قارص باش ما تتحالكمش الباذنجان. ومن بعد واش درت؟ خدمت صوص طوماط كما شفتوها درت زوج مغارف تاع طوماطيش درت فيها ثلاثة حبات طوماطيش مرابية كمون فلفل الكحل العكري والملح وزعيطرة فوالا بالنسبة لصوص طوماط. ومن بعد الزوائد هذوك تاع الباذنجان واش درت؟ قطعتهم رقاق درتهم يطيبوا مع لصوص طوماط. ومن بعد واش درت؟ جبت البولي ارشي تاعي درته في المقلة درت شوية زيت درت له شوية ثوم بودرة درت لها الملح فلفل الكحل وخلي وما عدنوس وخليته يطيب. ومن بعد زدت درت معاه لا لا ما درت معاه والو فوالا نحيته زدت معاه زوج مغارف تاع لاصوص طوماط هذيك خلطتهم مليح. ومن بعد عمرت الباذنجان تاعي قبل ما ندير لها الحشو درت لها شويه تاع الملح درت الحشو تاعي. ومن بعد درت البطاطا هذيك اللي كنت كازيتها مع فلفل الكحل والملح وفخوماج تاع الثوم درتها من الفوق ودرت الباذنجان تاعي في لاصوص طوماط ودخلتها للفرن تاع درجه الحراره 180 ودرناها في الفوق فوالا بالنسبه لها مور الفوق. وصفه هذه هشام الوصفه هذه فيها ريتلا تاع الحليب زوج حبات تاع التفاح نحتاج فيها ثلاثة مغارف تاع بايزينا زوج مغارف سكر زبدة هذه نقلي فيها نقلي التفاح تاعنا بها زوج مغارف لافاني وعشرين حبة ولا واحد وعشرين حبة تاع تمر. مشاهدينا راكم شفتوا المقادير الوصفة راح نبداوها مع بعض لكن بعد الفاصل ما تروحوش بعيد. الخطاف في تراجلي هو ثاني غمنا لي غمية اليوم ما نديرهاش معليش ما نبلوش بكري ما نعرفش ويديا ما يحملوش حقيقيش ما نعرفش ما نقدرش انت غير اهمل لي خرج عليك انحلتاش ولا ماش. غسيل الأواني أمير كلين الجديد تريبلاكسيون ينحي دهون قوي الفعالية ناعم ويحافظ على اليدين. أمير كلين متعة ونقاء.
مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل القصير باش نبداو التحليه مع بعض. كنا درنا الوصفه الاولى اللي راهي في الفوق راهي توجد الوصفه تاع التحليه قلت لكم راح نبداوها مع بعض راح لها هشام. هشام فوالا نخدموا التحليه تاعنا حاجه سهله ماشي واعره. التحليه تاع اليوم راني حابه نعرفها هشام. التحليه هذه بزاف شابه وبزاف بنينه. نقطعوا التفاح تاعنا نحولوا نديروه به بالقشره كيما داكا باسكو دوك واش ندير انا دوكا نروح نقليه. اعطيني موس كبير سيتو بلي موس كبير ولاش نخدم بالموس كبير موس صغير يجيني بيزار ميرسي نيفي سلمك هشام. نقصوا هكذا نحول هذاك العظم تاعها الموس كبير كيفاش غادي يتفاه انا الموس الصغير هذاك نحصل فيه لا لا موس كبير تخلي بيه الاز في التقطع صح التفاح هذا واش ندلو هنايا نقطعو هكذايا راح نقليه في الزبده التحليه تاعنا هذا التفاح يتقلى في الزبده هشام بعد نرحي من بعد نرحي كلش تقليه في كسرونه ولا في المقله في كسرونه في كسرونه نورمال باسكو ما شي بزاف المكالمه ان شاء الله. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. شكرا كيف اخت ايمان نيفين زين نيفين واش رايك عليك يسلمك ربي يحفظكم ان شاء الله يا ربي شكرا الشاشه هذا نورك حبيبتي الشاف ثاني تعيشي اختي ربي يحفظكم وليدي ربي يحفظكم امين ان شاء الله يا ربي شكرا. انا الاخت ام اسلام. اتصلتي بينا من قبل؟ اول مره. اول مره كانت كاينه ام اسلام وحده اخرى باش حكمتكم راني من قبيله انا قاعده قدامه دائما نقول لكم اتصلوا بينا شحال نختار حاولوا 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 ان شاء الله تحكموا هنا. الحمد لله. واش راكي بنتي لاباس؟ لا غير لاباس الحمد لله. منين كيتصلي بينا؟ يا ومليح صافا والله غير الحمد لله يا ماتي يا لاباس ربي يحفظكم امين يا رب امين ان شاء الله يوفقكم في العمل اللي كتخدموا فيه ان شاء الله يا ربي يخليكم ان شاء الله وليدي وما شاء الله على الوصفه تاعكم كامل شكرا. وعجبتني هذه الوصفه تاع الباذنجان جربيها جربيها بزاف شابه والله والله غنجربها باذن الله اليوم نجربها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله شكرا ان شاء الله يا ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يعاونكم امين شكرا. لو نقدر نهدي ايداء طبعا تفضلي ان شاء الله نتمنى الشفاء كل مرضى تاع الجزائر الامه المسلمه كامل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يشفي يعطينا يفتح علينا هذا الوباء ونبلغ سلامي لا فامي اسام كامل ولا فامي مجاهدي ان شاء الله يكونوا يسمعوا كيف نقول لهم تحيه شكرا حبيبتي نرجع لك هشام ونرجع لك تحيه نقطع التفاح تاعنا هكذا رقيق باسكو هذا من بعد يترحى يترحى كلش في لوغوبو داكوغ ما انت هشام راك تقطع فيه بيه بقشورو بيه بقشورو علاش من بعد انا واش ندير باش تقليه يطيب هو يطيب التفاح تاعنا راح يطيب في الزبده والقشور كاين بزاف ما يعرف هذه ما يعرفهاش القشور فيه بزاف فيتامين كنت حنقول لكم دوكا هشام لي فيتامين تاع التفاح كامل في قشورو فوالا سي بور سا ما حبيتش نحيلو القشور كاينين الوصفه هذه نحولو القشور مي انا حبيت نخليه بيه بلي فيتامين تاعو والقشور تاعو تاع التفاح ما يديرونجيش سورتو كي يطيب الاخت نيفين يولي ما كاش ما تحسيش بالوسمو تاعو داكوغ ان شاء الله بالقشره تاعو فوالا نجبد لك كسرونه هشام كسرونه فوالا نديرو فيها لا تكفيك هذه ولا نطلبوا من طاطا نعيمه تجيب لنا وحده كبيره تكفيك واو تكفي تكفي نجيبو نعرف نديرو الزبده وليت نعرف انا درنا الكسرونه طاطا نعيمه اليوم خدمناها بزاف نقولها شكرا يعطيك الصحه ما كاش الو شاف بلا بيك كنا حين نسحقوك في مقله ما تخلص لقينا كسرونه ما كان لا نسحقوا الكسرونه
تحية كبيرة لك طاطا نعيمة. طاطا نعيمة تقول لنا ما تقولوليش طاطا، مي حنا نقولوا لها طاطا والله هي نوضحها. طاطا نعيمة ما تحبش نقولوا لها طاطا، كاع ما تقولوليش طاطا قولولي نعيمة. أنا تقولي مزيج تقولي طاطا، نقولها الله غالب أنا مقادرك. هشام جا كبرها لنا، رجح لنا طاطا نعيمة، وهي ما تحبش نعيطوا لها طاطا نعيمة. هشام دوكا كيفاش نديرو؟ انا نبقى نقول لها طاطا نعيمه، لكن هي ما تحبش. هشام واش نديرو دوكا؟ احنا دوكا في جدل على طاطا نعيمه. قالت لي كبرتني صباح، قالت لي راك تكبرتني انت يا بوتي طاطا. قلت لها معليش، ولا بغا كبير عليا بعام نقول لك طاطا. معليش انا كيما يقول لك نقدر، انا نقادر هكذا، انا كيما يقول لك طبيعي هكذا. المشاهدين اللي ما بيعرفوش بلي طاطا نعيمة صغيرة، هو برك يحب يعيط لها طاطا نعيمة. وانا نقلو التفاح تاعنا هذا مليح. وانا درت حاول نديرو حوالي مغرف ولا مغرف ونص تاع زبدة، ونقلو التفاح هذاك حتى نشوفوه اذبل. داكا هشام، تما في التحلية تاعنا هذا نشوفو واش راهو صاري هنايا. راهي طيب هشام كي دار حاجه في الفوق يولي كل دقيقه رايح يشوفها، ويولي رايح يشوفها يولي. ثاني حابه نشوف في رمضان يا هشام كيفاش تولي. لا باسكو الفول هذا ما نعرفلوش بزاف يطيب بالخف، نخاف الماكله تنحرق، ومن بعد في طبق التقديم ما تلقاوش الماكله سيرتو المباشر. صافي لازم توجور نبقى نعس. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. راكم صافا؟ لاباس الحمد لله. واش راكي؟ والله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. منين كيتصلي بينا؟ من سكيكده. مرحبا بك. مرحبا بناس سكيكده. ثاني اتصال يجيني من ناس سكيكده اليوم، مرحبا بكم ونورتوني. مرحبا بك انت انا معاك. واش رايكم في الوصفه؟ واش رايكم؟ واش هاي الحوال عندكم؟ والله ضياع تاع على الكيف. الحمد لله يا ربي. واش درتوا فطور اليوم انا سكيكده؟ كيفاش؟ واش درتوا فطور اليوم انا سكيكده؟ درنا المحجوبه. صحتكم صحتكم صحة ولهنا. نقصي برك لاتيلي وسمعيني من التليفون باش نقدر نسمعك مليح. عندك وصفة اللي صاحبة تشوفيها مع الشاف هشام؟ أنا وصفت الكل الله يبارك في مديرهم الكل. الحمد لله يا أختي. هشام تفضل نهضر معاها. واش راكي أختي لاباس؟ والله الحمد لله. وأنت واش أخبارك شيف أمين؟ شيف هشام ماشي شيف أمين. معليش نورمال سي با غراف. الحمد لله اختي ولا غلاب بس سؤال عليكم. والله الحمد لله لاباس. عجبوك الوصفات ديالي؟ والله الله يبارك وصفات كل شيء كيهب. راكي تجربي فيهم؟ وي يعني نديروا فيهم. الله يبارك. واش جربتي؟ واش من الوصفات اللي جربتيهم؟ درنا المحجوبه واليوم واش ديروا؟ داروا المحاجب. درنا المحجوبه وحنديروا التاكوس. حيديروا التاكوس. تاكوس الله يبارك الله يبارك. صحتكم حبيبتي. شكرا على الاتصال. نرجع لك هشام. واش درت لهنا؟ درت لي ثلاثة الحليب. درت فيها 21 حبة تاع تمر. زوج مغارف تاع لافاني، زوج مغارف سكر. ونميكسيهم مليح. داكور. التفاح تاعنا نزيدو نخلوه يتقلى مليح. واش ندير هنايا؟ ماهوش بلاصي هشام. وي كيف قلت لكم مخسر. فوالا نروحو التمر نروحوه مليح. درت فيها ثلاثة مغارف تاع المايزينا بالك وتنساهم. باسكو واش ندير انا دوكا؟ نعاود نجيب التفاح تاعي نديرو لداخل، ومن بعد نعاود نديرهم في الكسرونه حتى تولي لنا لو سمو عاقده. فوالا راني لحيتو. واش ندير انا باسكو راه معمر بزاف، نقص الكميه شويه هنايا باش نديرو التفاح تاعنا. ريحة التفاح راهي هشام. شتي التفاح كي تقلى بالزبده؟ راهي ريحته هشام هاك شوف.
فوالا نديروا التفاحات هنا لداخل. كما يقول لك حبه ما نخلوهاش في الكسرونه. داكوغ. ونعاود نرحيوه. نرحيوه فوالا. صافي لا دوزيام فطيح لي هذه. باسكو انا اللي راهو عندي في الدار هذه جايه لاصقه ما تطيرش. داكوغ. تتنحى فوالا. نعاودوا نرحيو التفاح. فوالا واش ندير دوكا؟ نعاود نرجعو في الكسرونه. هشام نروح نشوف لك الفوق انايا. نروح نشوفه كيفاش راهي صار ليها الحاله في الماك. هاي بدات تتحمر البطاطا من الفوق. بدات تتحمر. فوالا نديروه يطيب حتى وين يعقد لنا الخليط تاعنا. داكوغ. فوالا نحو كلش، نقفلو دي طلاباي تاعنا. الحليب هذا خلاص، هذا خليه لك، هادو سي بون، عطيني هادو سي بون، الزبدة تاعها، نحيهم، هادو نسحقوهم للتزيين. للتزيين فوالا، نعمرو بهم، نعمرو لي فيرين تاعنا. داكوغ. جبت لكم اليوم لي فيرين تاع التفاح. يجيو سوسو مع التفاح، مع التحلية. فوالا، باسكو هي تحلية، تحلية التفاح. داكوغ. فوالا، هكذايا، نجيبو. الفوي ونبقاو نخلطو في الخليط هذا حتى وين يعقد لنا. هشام انا طوندون نشوف الفرن ان جاي تتحمر البطاطا من الفوق، راح نحركها لك طيب باش ما تلصقناش. مازال لها شويه، سمحي لي شوفي. هاك هشام نخلطو الخليط توجور، بقاو تخلطوه فيه باسكو فيه المايزينا، لو كان ما تخلطوهش واش يزرى راح تلصق لكم من التحت وتنحرق لكم الوصفه هذه اللي راك حديروها. نبقاو نخلطوها هكذا غير بالعقل. داكوغ. ما بيت ليفين اروح نخلطي وانا نجي ندريسي هادو. داكوغ. هشام ذكرنا باللي بلا تاع اليوم واش درنا اللي تلحقوا بينا متاخرين، دائما نذكروكم نعاودوا لكم. نديروا هنا شويه تاع دوك نعاود نذكرهم، شويه تاع كراميل. واش عندكم في الدار حبيتوا ديروا شوكولا من التحت ديروا شوكولا. هكذا يا كراميل. تحليه شابه هذه سورتو كي تبرد، تبرد ولي بزاف. نجيبو مغرف صغيره. ونديرو لها. هكذا ديسا. فوالا. يقعد هشام دريساج و وكلش هما كيما يحبوا واش عندهم في الدار. واش يحبوا يديروا بصح مي التفاح وكاع. اسمحي لي هشام بدا يتقال جاب فيه. يتقال ليه باسكو هو يتقال بالخف على جال على جال واسمها المايزينا، كيما نعرفوا المايزينا بالخف تتقال. اها. ونشوفوه يدير غتشوفوه يدير البابل طفوا عليها. داكوغ. واللي ما يحبش هذاك اللي اسمه تاع التمر ولا يدير يصفيها قبل ما يطيبها. نستقبل اتصال. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. راكي نيفين؟ لاباس الحمد لله، وانت واش راكي؟ والاخ هشام. هشام. واش راكي لاباس؟ الحمد لله والله نحمد ربي، كي نشوفكم راني لاباس. الحمد لله يا ربي. وان شاء الله كل يوم نطلوا عليكم باش تقعدي كل يوم لاباس. لاباس والله الحمد لله. شويه لا باش الاتصال شويه صعيب برك هذا ما كان. صح الاتصال دائما نقول لكم حاولوا شحال نختار باش تحكمونا. شوفي نشكرك على الاطباء تعجبوني ما تعجبنيش. ان شاء الله نقعدوا نعجبوك يعجبوك الاطباق. يعجبوني لاخاطش انا يا كوزينه تعرفي. الكوزينة دائما نقول لكم فيها دي زاستيوس مالغري دي بلان نعرفوهم، لكن نلقاو دي زاستيوس جدد نتعلموهم. تبغي حاجه جديده كيما السلايك اللي دايرهم انا نديرهم، كنت ندير بالفيونداشي ونديرهم، بصح اليوم حاجه جديده عندكم. اليوم دائما نقول لكم جربي الوصفه يجيبوا لكم دي زاستيوس وحاجات جدد. بصح شي حاجه نقول له باللي شوف لا يقدرهم كيما ولادي كانوا قال لك لا يقدر يدير فيهم الكريم.
لي فخيت يا تقلد فيهم حنا تزيرين نحبوا الفريت بيتزا بالفريت شفتوا ولادها قالوا لك يحبوا لي فخيت فوالا ديري لهم الفريت ماشي مشكل ديري لهم نزيد الفريت على هي ديري لهم الفريت اللي يحبوا الفريت ديري لهم شي حاجه مثل ما نغدا واحد هذو التحليه اللي ما شغل ما قدش لها يكلها دوك نعطي لك الوصفه تاع التحليه خليتكم كان نعم في التفاح بال في التقليفين تما وحبست دوك دوك نعاود لك الوصفه تاع التحليه ماشي مشكل صحيح دوك نعاود لك امين في عمرك ويعطيك صحتك ربي يخليك والله يهنيك ان شاء الله ان شاء الله امين يا رب ماشي نقول لك ما نقدرش نهدي كاع الجزائريين شكرا ما كانوا ان شاء الله الصحه والهنا ان شاء الله يا ربي امين يعرفهم خاطر كاع راني عليهم ان شاء الله ربي يفد علينا هذا الوباء يشفي الجميع ويرحم الميت ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا ربي شكرا يعطيك الصحه راني شفتي صح كيما قالت لك اللي قالت لك مين نشوفوك نضحكوا انا صح كيما انت كاع نضحكوا معاكم ان شاء الله معنا نقعدوا نضحكوا على العام وزاهيين والحمد لله صحيتي شكرا نرجعوا كي بكري ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا ربي ربي يهنيكم شكرا ربي يخليك لينا ان شاء الله هشام نرجع لك راح نشوف النمبر برك الفوق وي الفور الفور سورتو الفور هشام راهي نورمالمون طابت واش ندير نطفي عليها مالا هشام لو بلا تاعنا طاب راك درت لهم دريساج هذا نقولوا اصبري مازال ما كملتش الدريساج نزيدوا له شويه شباحات من الفوق نزيد له شويه تاع كراميل لهم وحده برك يشوفوها قدامهم هشام والاخرين يشوفوهم في طاوله التقديم هاكا شويه كراميل واش عندكم نزيد لها شويه تاع البيستاش هكذا عندي هنايا ريحه لافاني راهي تطلع منها مع ريحه التفاح لي فين بدات شي خلاص فوالا نزيد لها اعطيني موس موس نزيد لها شويه تفاح من الفوق باش نعرفوها باللي تحلية التفاح فوالا شافوهم قدامهم هشام هذه بالنسبة للتحلية تاعنا تاع نهار اليوم ومن بعد فوق التفاح نزيد لها كراميل سيلها هكذايا هذه هي التحلية تاع نهار اليوم هذه كواليس راكو شفتوا الكواليس اليوم تاع التحلية فوالا هذه هي التحلية تاع نهار اليوم عم نشوفوا فيها هشام فوالا الطبق تاعنا وجد هشام والتحليه تاعنا وجدت وجد كلش في الوقت ما نعطيكم التحليه وجدت والباذنجان تاعنا وجدت نروحوا فاصل ونتلاقاو في طاوله التقديم نشوفوا الوصفات النهائيه مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل في طاولة التقديم كما راكم تشوفوا الأطباق راهي واجدة خلي الشاف يذكركم بالمقادير تاع اليوم بالنسبة للأطباق تاعنا تاع اليوم كما شفتوا الباذنجان فاخسي درت لها البطاطا من فوقها بالفرماج بالنسبة للتحلية درت لكم تحلية تفاح مع التمر واش درت طيبتهم رحيتهم كاع طيبتهم درت لهم ثلاثة مغارف تاع المايزينا زوج مغارف تاع السكر زوج مغارف لافاني ميكسيت كلش درتهم يطيبوا ودرتهم في ليفيرين تاعي فوالا وشبحتهم من الفوق واش نديرو واش ديروا ديروهم في الفريجيدار يبردوا باش تاكلوهم باسكو ما تقدروش تاكلوهم سخونين هادو هما الاطباق تاع اليوم اخ نبي مشاهدينا هذه الاطباق تاع اليوم نتمنى لكم عطله نهايه اسبوع موفقه ونتلاقاو نهار السبت ان شاء الله في عدد جديد في اطباق جديده فيتامينات جديده وان شاء الله نتلاقاو وتكونوا كامل بخير وعلى خير الى اللقاء نتلاقاو ان شاء الله اليوم الثلاثاء والسلام